أسعد الله أوقاتكم طلاب صف الرابع، كيف حالكم؟ عساكم جميعا بخير وبصحة تامة. نتعرف اليوم على درس من دروس اللغة العربية، وهو درس قواعد بعنوان الضمير. لنتعرف على الأهداف: أن يعدد التلميذ أنواع الضمائر المنفصلة، أن يحدد الضمير المناسب في الجملة. الضمائر: تعريف الضمير هو اسم يحل محل اسم ويدل عليه. ما هو الضمير المنفصل إذن؟ هو كل ضمير يأتي مستقلا في النطق والكتابة يسمى ضميرا منفصلا. مثال: إذا قلت أحمد تلميذ مجتهد، أستطيع أن أحذف أحمد وأضع ضمير منفصل هو: هو تلميذ مجتهد، أو أنت تلميذ مجتهد. إذا كانت مريم طبيبة ناجحة، أقول هي طبيبة ناجحة، أو أنت طبيبة ناجحة. أنواع الضمائر ثلاث: ضمائر المتكلم، ضمائر المخاطب، ضمائر الغائب. أبدأ بضمائر المتكلم، ما هي يا ترى؟ نعم، أنا، نحن. أنا تلميذ مهذب، نحن تلاميذ صف الرابع. ثانيا، ضمائر المخاطب: أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. أنت مهندس متفوق، أنت تلميذة مجتهدة، أنتما طالبان مهذبان، أنتم عمال نشيطون، أنتن تلميذات مجدات. أخيرا، ضمائر الغائب هو: هي، هما، هم، هن. هو عامل ماهر، هي ممرضة ناجحة، هما عاملان نشيطان، هم عمال نشيطون، وهن معلمات نشيطات. إذا كانت فتاة تتكلم عن نفسها، ماذا ستقول يا ترى؟ من يعرف؟ ماذا تقول عن نفسها تلك الفتاة؟ نعم، تقول: أنا تلميذة مجتهدة، أنا ضمير المتكلم. وإذا كان تلميذ يتحدث عن نفسه، ماذا يقول؟ من يستطيع أن يعطيني جملة؟ رائع، أنا تلميذ مجتهد. بينما إذا كان تلاميذ يتحدثون عن أنفسهم، ماذا سيقولون؟ من يستطيع الإجابة؟ هيا فكروا معي. رائعون، نحن تلاميذ مجدون. الآن نضع مكان الأسماء التي تحتها خط الضمير المنفصل المناسب، وأعيد كتابة الجملة. نتعرف على ضمائر الغائب: هما، هو، هي، هن، هم. جاد يلعب على الكمبيوتر. إذا أردت أن أحذف جاد، ما هو الضمير المناسب الذي سأضعه في الفراغ؟ هيا اختاروا أي ضمير مناسب. رائع، هو ضمير غائب. جاد وربيع يلعبان على الكمبيوتر. جاد وربيع اثنان. ماذا سأختار يا ترى؟ أي ضمير مناسب؟ نعم، هما يلعبان على الكمبيوتر. جاد وربيع وشادي، أصبحوا أكثر من اثنين. جاد وربيع وشادي يلعبون على الكمبيوتر. أي الضمير المناسب؟
هل أختار هما؟ هل أختار هي؟ هل أختار هن؟ هل أختار هم؟ هيا اختاروا معي. رائعون، هم يلعبون على الكمبيوتر. منى تلعب على الكمبيوتر. منى فتاة واحدة، ماذا سأختار لها؟ ما هو الضمير المناسب؟ جيد، هي تلعب على الكمبيوتر. نتابع. منى وفاطمة تلعبان على الكمبيوتر. منى وفاطمة اثنتان، ماذا سأختار لهما؟ جيد، هما تلعبان على الكمبيوتر. هما تصلح للمثنى المذكر والمثنى المؤنث. منى وفاطمة وريمة، أصبحوا ثلاث، يلعبن على الكمبيوتر. ما هو الضمير الذي يناسبهم؟ ما هو الضمير؟ ماذا سأختار يا ترى؟ جيد، هن يلعبن على الكمبيوتر. شكرا لكم. الآن هيا لنضع هو أو هي مكان النقط. هو للمفرد المذكر، هي للمفرد المؤنث. رسم اللوحة، من الذي رسم اللوحة؟ هو رسم اللوحة. جيد، فازت بالجائزة. من يا ترى؟ نعم، هي فازت بالجائزة، نجح في الامتحان. رائع، هو نجح في الامتحان. ساعدت الفقراء. نعم، هي ساعدت الفقراء. نطق بالحق. هو نطق بالحق. جيد، شكرت الله. هي شكرت الله. أحسنتم، مشاركة جميلة. الآن اكتب في الفراغ ضميرا مناسبا. هناك ضمائر متكلم، وهناك ضمائر مخاطب، وهناك ضمائر غائب. هيا لنختار الضمير المناسب. أنتما، هم، أنا، أنت أو أنت، هن. تحافظ على واجباتك يا سعيد. ماذا سأختار الضمير المناسب؟ أحسنتم، أنت تحافظ على واجباتك يا سعيد. أطباء ماهرون، ماذا سأختار؟ هناك أطباء يدل على جمع، ماذا سأختار؟ رائع، هم أطباء ماهرون. رجلان قويان، هل تدل هذه الجملة على مثنى أم على مفرد أم على جمع؟ فكروا معي، ماذا سأختار لها؟ ممتاز، أنتما رجلان قويان. أخيرا، معلمات مخلصات. ما هو الضمير المناسب؟ هيا اختاروا معي، ماذا سأضع؟ رائع، هن معلمات مخلصات. شكرا لكم ولحسن استماعكم. ألقاكم بخير طلابي الأعزاء، ودمتم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.